قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينادى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. وعشان الحكومة جزاءات كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة. من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم يعني. إذا يا أخي خلاص أنتوا أبي الشباب دي فرصة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في هذه الحلقة مستمعينا الأعزاء عايزين نقف على رؤى تنسيقيات لجان مقاومة الولايات حول ميثاق سلطة الشعب الخاص بتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم. خلال استطلاعنا أغلب التنسيقيات في الولايات لا زالت تعكف على دراسة الميثاق. تنسيقية لجان مقاومة ولاية سنار من ضمن التنسيقات التي اطلعت على الميثاق وأبدت ملاحظاتها، ولكن أعزائي المستمعين قبل ما نمشي ونتعرف على ملاحظاتهم معنا أبو زر داود من لجان مقاومة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا وكلمنا عن موقفكم. أدينا فرصة عشان يقعدوا يناقشوا الميثاق بتاع ولاية الخرطوم يشوفوا ملاحظاتهم كلها في الميثاق، حتى بعد ذلك بنطلع تصريح صحفي عن الميثاق سواء كان عايزين نوقع عليه أو المهم ندي ملاحظاتنا. ده غير إنه نحن برضو شغالين في ميثاق خاص بولاية جنوب كردفان وقاعدين نتواصل مع المحليات الثانية عشان ناخذ رأيهم فيه وملاحظاتهم حوله بعد ذلك يطلع باسم الولاية. نعم. طيب الميثاق الخاص بكم كولاية ده بيهدف لشنو؟ الميثاق هو يعني بيتكلم عن خصوصية ولاية جنوب كردفان كولاية متضررة من الحرب، كولاية مندلعة فيها الحرب لحد يوم الليلة. الميثاق بيحاول يتناول القضايا بتاعت الحرب بصورة عامة، المظالم التاريخية والناس اللي تعرضوا للاغتيالات والجرائم بتاعت الإبادة الجماعية اللي حصلت في البلد، يعني تقدر تقول القضايا بتاعت العدالة الانتقالية، بالإضافة للتصور لعملية السلام الشامل المفروض تكون في ولاية جنوب كردفان، بالإضافة لملفات التنمية والصحة والتعليم. شكرا لك أبو زر داود. ومنها ننتقل لدكتور أمل محمد إبراهيم من تنسيقيات لجان مقاومة ولاية سنار حول ميثاق سلطة الشعب. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. أيوة طلعنا عليه ولكن أنا ما نحن هنا ما من الناس اللي بقعنا عليه بالموافقة، كان عندنا ملاحظات ورسلنا لهم على أنه يضمنوها في النسخة الأخيرة، فما طلعت النسخة وما لقينا فيها أي تعديل من الأشياء اللي احنا بنقوله طلبناها، يعني حتى هي النسخة الأولى بدون أي يعني الناس كلها حتى نحن غير سنار رسلت ملاحظات ما اشتغلوا بها، يعني نفس يقولوا النسخة الأولى هي الأخيرة وما كل الناس عارفة المعلومة دي، زي ما يقولوا افتكروا انه هم الناس عدلت وجابت النسخه الاخيره، فطالبنا نحن هنا في لجان مقاومة سنار انه يقوموا ويدونا النسخه الاخيره قبل اعلانها، يعني على اساس انه نشوف مثلا ملاحظات اللي احنا كتبناها ضمناها ولا لا، فما لقينا استجابه للاسف. يعني يعني ابرز النقاط اللي انتم وقفتوا فيها ابديتوا فيه ملاحظاتكم يا تو نقاط وهم قالوا شنو فيها ورايكم انتم كان فيه شنو؟ والله يعني احنا كنا دايرين زي يقولوا يسموا الاشياء بمسمياتها، يعني في الحته بتاعت الدعم السريع بتاعت الجنجويد دي وهم ما يقولوا زي ما يتجاوزوها في الميثاق بتاع سلطه الشعب، احنا طالبنا بانه هم هي بالذات المساله دي ما فيها مساله انه تدمج او كده، لا هي اساسا دي غوادي ميليشيات ما تابع على الجيش، مفروض كانوا يحترفوا بأنه زي يقولوا يدوها فصل براها إنها هي تصرح، حتى بالنسبة لاتفاق جوبا للسلام أساسا مثل زي ما يقولوا كتبنا فيه إنه هو بني على باطل، يعني هل الحركات الوقعت هي في فعلا صاحبة المشكلة ولا هم الناس الأصليين تركوا الناس الأصليين وجو ديل دي كانوا الصفغة. قبل ما نمشي للنقطة بعديها،
في كلامك انت ايوه قلت انه اتفاق جوب اتبنى على باطل، يعني اتبنى احنا كنا واضحين انه اللي تم يوم 11/4 هو انقلاب على الثوره، على ثوره ديسمبر. يعني نحن كنا واضحين جدا جدا لما قعدنا قلنا نسمي الاسامي مسمياتها الاتفاق التم بين قوى الحريه والتغيير وبين اللجنه الامنيه للبشير، هو كان انقلاب على الثوره السودانيه. لانه لا يمكن انا زي ما اقول واخلي اشيل الراس واخلي باقي الجسم قاعد واجي اتفق معاه وانا كثوره قمت ضده. الناس ديل قعدوا معاهم المجلس العسكري الانتقالي هو يمثل اللجنه الامنيه للبشير. قوى الحريه والتغيير جات ونحن كان يعني احنا كان شعارنا انه نحن حتى في النهايه بس سرقة الدم، لما هي كانت فيها فعلا شراكه ما دي ما ممكن انا اقعد مع الزول زي ما بيقولوا نص الثوره موت. يعني الناس ديل قطعوا علينا الطريق، فكونه كل ما تمرفض عنه حتى الوثيقه الدستوريه نحن بنعتبرها انها كانت وثيقه غير شرعيه، لانها ما كانت قائمه زي ما بيقولوا على طرفين على بين 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 جيش والقوى الحريه الغير اذا كانت بتمثل مثلا احزاب او بتمثل الشعب. يعني يبقى نحن قلنا نتفق على مويه بيضة، يعني نحن الناس ديل نطلع الحته بتاعت الجيش دي نهائي، نلقي حاجه اسمها وثيقه دستوريه الوقت ما تمخض عنا. يعني حتى زي ما بيقولوا نحن عندنا محسوبه، والحريه والتغيير كتير عندها شروط، كانت هي التوقيع طبعا يقوم بصفة الشخصية، لأنه حتى هو الحرية والتغيير في جانب وقف مع الانقلاب، ما تجي توقع لنا باسم هو الحرية والتغيير، لا الدفاعي من هو الحرية والتغيير يجي يمثل بصورة شخصية، لكن لو جاب اسم هو الحرية والتغيير نحن كنا مطالبينه بينهم، لأنه في جزء وقف مع الانقلاب عندك الجبهة الثورية منهم ياسر عرمان ضد الانقلاب على الحرية السيادي. حزب الأمة عندك مريم، كانت مريم الصادي وصديق، صديق حتى كان معتقل بعد الانقلاب الأخير، انقلاب حقهم زي ما يقولوا في بعضهم. يعني في نفس الوقت برمناصر قاعد هو كان زي ما يقولوا عراب الإعلان السياسي بتاع حمدو والبرهان، فالمسألة كان فيها عشان يعني احنا قلنا نسمي الأشياء بمسمياتها، رفعنا كم ملاحظة كده. فالصراحة النسخة الأخيرة دي فاجأنا بأنه ما كان فيها أي تعديل وما كان فيها أي إشارة حتى بالنسبة يعني للكلام اللي احنا اتفقنا عليه في البداية. عندنا نحن هنا في السنار الميثاق الثوري بتاعنا بتاع مايرنو ده هو اللي احنا ماشيين عليه وفتح حاليا، ما لقى حظه يعني زي ما بقولوا زي ما لقته اللي جاوب بساق بتاع سلطة الشعب باعتبار انه طلع من تنسيقيات الخرطوم. في رأيكم طيب اتفاقية جوبا يعني يتعاملوا معه كيف؟ يتم إلغاؤه؟ على الوثيقة الدستورية أول حاجة ما خاطبت جذور المشكلة، الحاجة الثانية هل الناس اللي جو ديل بعد ما كلامهم دم اعترافهم هم برعهم؟ يعني الاتفاق بتاع جوبا مناوي قال الناس ديل اتفقنا اتفاق تحت الترابيزة اللي هو منه عدم تسليم البشير، عدم تسليم السلطة للمدنيين، عدم حل الدعم السريع. يعني زي ما بقولوا دي شروطهم انه الانقلاب الاخير على قوى الحريه والتغيير. فدي نقاط قالها، ونحن حتى هم ذاتهم يعني ناس لما قال الكلام ده مناوي نحن ما لينا استنكار ولا لينا زور الكلام ده. فيبقى ما دام هم ذاتهم حتى لو قولنا نحن تجاوزنا المساله بتاعت الوثيقه الدستوريه دي معاهم، يبقى انتوا ذاتكم في الوثيقه الدستوريه جبتوها انتوا قدمتوا بيها. نعم يعني احنا هنا انا بالذات انا كنت بنادي في الحته بتاعت انه احنا لازم يكون في هيكله بالنسبه للجان المغامره والتصفيات، يكون في زون ناطق رسمي، تكون في مكاتب موزعه على اساس انه حتى احنا لما نجي نقاط النقاط الشخصيه ما ممكن يكون الحته بتاعت القاعده العريضه دي الافقيه دي لا هي ما بتمشي، بعد بيبقى هو 50 سياسي المفروض يكون عنده راس ومفروض يكون عنده جسم موزع وكده. ما انا اكون حضور مع الميثاق سلطة الشعب، ميثاق فيه ايدي بتعوق الحرية والتغيير، فيه يعني ميثاق فيه شغل بتاع احزاب تغاضى عن اشياء كثيرة نحن نادينا بها كليام وغامة
حتى زي بيقولوا الاستبعاد نهائي. وزي ما قلت لك احنا كنا دايرين نكون اكثر وضوح واكثر شفافيه. نعم. احنا الملاحظات دي يا يردوا لنا بها بانها هي ونقاط دي نحن تجاوزناها لكذا وكذا, او تضعوها اقعدوا معانا الدارس فيها. لكن ده ما حصل. هو النص الاول هو النص الاخير تم التوقيع عليه هسه حاليا, هسه بدليل انه في 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 الناس اللي وقعت في البدايه على انها هي تطلع عليه في زي الخليل يعني مغامره الدويم شايفاهم لازم يكونوا بالحزام بالكم تنسيقيه كده من الناس اللي كانوا قبضوا موافقه عليه وهسه جو رفعوا يدهم منه يعني. لكن كتقييم عام نحن بنقول ده إنجاز كبير جدا جدا للجان المقاومة, خطوة موفقة جدا جدا, إخفاقات مغضور عليها, النقاط ممكن الناس تداركها سريع, لكن كونه إنتاج سياسي كعمل سياسي نحن بنثمنه بصورة كبيرة جدا جدا. الحمد لله الوسائل متاحة, أسهل المراجعة, أسهل الانتقاد, أسهل التصليح. يعني نحن حتى بعد ما هم يجلسوه نحن دايرين اللجنة هي ذات القانونية اللي جات وقعدت وخصص الميثاق ده في العالم. يعني اللي بيسأل منا شنو انه مثلا الناس يجيو واحده ويقول لنا والله يا اخواننا نحن الخبيرة نحن دكتورة فلان والاستاذ الفلاني يقعدوا خط المسألة دي. لازم نحن ذاتنا يكون في مسؤولية. يعني عشان انا اطلع ميثاق والله الميثاق ده انا طلعت الاسم اللي جاي المقاومة, انا مثلا دكتور عامل محمد احمد ابراهيم كنت من ضمن اللجنه تخصصي الدكتوراه في القانون الدستوري. قعدنا وضعناه هو اهدافه شنو خطته شنو انا بمثل شنو في اللجان المقاومه وحاجات زي دي. يعني دي ترتيبات احنا زمان قلنا اللجان المقاومه دي لازم تكون فيها زي ما قلت لك يكون فيها راس ويكون فيها ناطق رسمي. نعم. شكرا لك دكتور امل على المشاركه في راديو دبنجا, وايضا الشكر للساده المستمعين, والى لقاء جديد.